سنة وحضراتكم بخير وسلام، كل شهر وحضراتكم طيبين. احنا في شهر فبراير 2020. شهر فبراير يعني الفالنتاين، يعني عيد الحب، يعني كل مشاعر جميلة المفروض ان احنا نتحلى بيها. شهر فبراير يعني اللون الاحمر، يعني النهاردة هنسميه فبراير الاحمر مش فبراير الاسود. لما بدأت القناة بتاعتي أو قبل ما بدأ القناة بتاعتي كنت بعمل فيديوهات تجريبية كتيرة، وبعمل كده زي البث التجريبي بتاع القنوات، فسجلت كذا فيديو، لكن الفيديوهات دي ما اتذاعتش قبل كده، من ضمنها فيديوهات بمناسبة عيد الحب في سنة 2019. قلت ليه لأ ما نذيع الفيديوهات دي بالمادة الخام بتاعتها بعبلها كده زي ما احنا بنقول. اعتقد ان انا كنت سجلت فيديوهين عن عيد الحب، هنحاول نزيعهم على حضراتكم. النهاردة هنزيع فيديو، وكام يوم تاني اخلص المونتاج بتاع الفيديو التاني ونزيع الفيديو التاني. حبيت اشارككم التجربة دي، وحبيت ان انا اعيد على حضراتكم قبل ما نوصل ليوم 14 فبراير العيد الرسمي لعيد الحب. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل شهر وحضراتكم طيبين. ودلوقتي هسيبكم مع الفيديو الاولاني اللي انا سجلته قبل ما انا افتتح القناة. هاي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفالنتاين بتاع 2019، 14/2/2019. انا النهاردة مبسوط جدا، وعندي حاسس ان انا عندي طاقة ايجابية، وحاسس ان انا عندي مشاعر ايجابية كتير جدا، فانا حبيت اني انا اشاركها معاكم. المشاعر الإيجابية مش بس بسبب الفالنتاين وبسبب ان انا لابس جاكيت احمر ولا ان الدنيا حلوة في الفالنتاين، لكن كمان النهاردة عيد ميلادي، فكل سنة وانا طيب، وكل سنة واحنا كلنا طيبين، وكل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام. مش بس بسبب عيد ميلادي، لا، ده في كل يوم وفي كل لحظة نتمنى السلامة للعالم كله ولكل انسان فيه. مهم جدا ان احنا مش بس يبقى عندنا عيد الحب، المهم كمان ان احنا نحب، لانه بيبقى شعور جميل جدا ان احنا نحب ونتحب. شعور لذيذ ان انا احس ان في حد بيحبني، وحد مهتم بيا، وحد بيسأل عليا، وحد بيتابع اخباري، وحد مشغول بهمي. فتخيلوا بقى لو احنا تبادلنا كل هذه المشاعر، انا بحبك وانت بتحبني، واحنا الاتنين بنحب حد تالت والتالت بيحب، فحاجة لذيذة جدا ان يبقى فيه الدافع بتاعنا اللي بيحركنا في الحياة هو الحب، لان الحب دي طاقة بتبني، وطاقة بتحرر، وطاقة بتدي كده، بتدي طعم للحياة، بتدي لون للحياة، بتدي بدل الالوان الجافة والافكار الجافة والمشاعر اللي بتحرق الانسان، اللي بيتحل المشاعر السلبية زي الكراهية اللي بتحرق الانسان، اللي بيتحلى بيها قبل ما بتحرق الشخص المكروه. فعايزين نحب، وعايزين نظهر الحب ده، لانه مهم ان الانسان يعبر عن مشاعره ويطلع الحب ده، ويطلع الطاقة الايجابية دي، علشان الحياة كده ليها حلوة كده، وتبقى لذيذة، وتبقى الواحد كده حاسس ان في حاجة بترتب عليه صعوبات الحياة والالام اللي هو عايش فيها. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش انكم تحبوا وانكم تعبروا عن الحب بتاعكم. ومهم كمان الى ابعد درجة ان احنا ناكل ايس كريم في الفالنتاين. الفالنتاين يعني ايس كريم، دي الاكلة الشعبية بتاعته. شكرا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يديم عليكم المحبة. سلام.